إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيعني عذرا إخواني وأخواتي في الله، يعني ظروف المرض او الظروف العارضه المتكرره اللي بتخلي الواحد ما يعني ايه يعني في احيان كتيره للاسف الشديد بيغيب عن الدرس، فانا بعتذر لاخواننا يعني، وباذن الله سبحانه وتعالى ربنا يرزقنا الاستقامه على طريقه حتى نلقاه. بمناسبه المرض، يعني تخيلوا يا اخواني في الله، هو بدايه بس انا عايز اخواننا يتقربوا كده، يعني نتقارب مع بعض كده باذن الله، عشان نبقى كده ايه يعني لما تتمس الاجساد باذن الله سبحانه وتعالى تختلف القلوب. يعني تخيلوا لو دكتور راح يكشف على مريض، فالمريض تعبان جدا، فالدكتور بعد ما كشف عليه كشف دقيق جدا، فطلع ورقه وكتب الروشته واداها للعيان وقال له معلش يعني انا لو انت ما خدتش الروشته دي انت ممكن تموت، ممكن تتالم الام شديده جدا، فانت لازم تاخد الروشته. معلش الروشته فيها دواء مر شويه، او الروشته فيها دواء في شكل حقن، معلش انا يعني كتبت لك الدواء ده لان هو ده اللي فيه الشفاء بتاعك. تخيلوا المريض تالم وقال انا مش هقدر اخد دواء مر، انا مش هقدر اخد دواء فيه حقن، انا ما اقدرش اتحمل هذا الالم، ما اقدرش اتحمل هذا المرار. فيا للمفاجأة ان الطبيب من الحنان اللي في قلبه على المريض يطلع دفتر شيكات ويكتب شيك بمليون جنيه ويديه للمريض ويقول له لو انت خدت الروشتة دي اللي ملكش علاج غيرها اصلا انا هديك الشيك ابو مليون جنيه ده. هو يعني تخيلوا الحركة دي يا اخوانا، دي حركة مش ممكن تحصل من دكتور ابدا، ولكن الله عاملك بما هو احن من هذا، الله عاملك بما هو ارحم من هذا، الله عاملك بما هو الطف من هذا. لما قرأت احاديث ثواب المريض، ثواب المريض، يعني لدرجة ان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ان اهل العافية يوم القيامة حينما يروا اهل المرض، لما يشوفوا اهل البلاء لما يشوفوا بقى كرامتهم وثوابهم ورفعتهم، يتمنوا لو ان كانوا قرضوا بالمقاريض في الدنيا. قلت سبحان الله، ان الله اذا احب عبدا ابتلاه، حديث صحيح. يعني المرض ده كانه رساله حب من الله سبحانه وتعالى. يعني ايه يا اخواني؟ يعني اللي مرض ده ربنا سبحانه وتعالى قدر عليه ده عشان ذنوب تكفر او درجات ترفع او امراض قلوب تطهر، يقينا في خير، يقينا ده دواء لمشكله عند الراجل ده، يا مشكله في الدنيا مشكله في الاخره، يقينا في خير يا جماعه. يبقى ده عامل زي دواء الروشته بالظبط، ولكن شوفوا رحمه ربنا ان المرض ده دواء للمريض ده هو في اخرته او في دنيته او في امراض قلبه او في صدوف صحيفته، ومع هذا خد كمان الوف مؤلفه واضعاف مضاعفه من الحسنات لو انت صبرت. ازاي ربنا سبحانه وتعالى عاملنا؟ الواحد لما بيتدبر ربنا عاملنا ازاي، ربنا عامل المريض والمبتلى ازاي، رغم ان الابتلاء ده اصلا وفي ذلكم بلاء من ربكم، من ربكم اللي بيربيكم، من ربكم اللي بينعم عليكم. اوعى تنسى ان البلاء اللي في حياتك ده من ربك، احن حد عليك في الوجود وارحم حد بيك في الوجود سبحانه وتعالى. اوعى تنسى وفي ذلكم بلاء من ربكم، اوعى تنسى ان ده خير ليك. ومع ذلك شوفوا ربنا اعظم ثواب الصابرين قد ايه. ازاي ربنا عامل العاصي؟ لو بعد 125 الف نبي ورسول وبعد الاف الايات القرانيه والاف الاحاديث النبويه، المتوقع يا اخوانا اللي كان يعصي ربنا كان يتنسف، اللي كان يعصي ربنا كان ينزل نيزك من السماء ولا شاب يحرقه، ولكن سيئه واحده بس، يا نهار ابيض، ده اللي بيكسر اشاره مرور بياخد كام؟ سيئه واحده. كان متوقع بعد كل ده ان اللي يعمل حسنه ما ياخدش اي حاجه، وانت لو مشيت في المشايه هنا اهوت في الاتجاه السليم بيدوك المرور بيدوك فلوس، انت ماشي سليم، انت لو كسرت هتتعاقب، انما هو كل واحد ماشي سليم بياخد كمان فلوس. تخيل بقى المتوقع ان الحسنه ما كانتش يبقى عليها حسنات، ده الحسنه بعشر امثالها، واللي يذنب ربنا يامر ملك السيئات ما يكتبهاش ست ساعات ليه لعله يرجع، ولو كتبها وتاب ربنا يمحوها، ولو ما تابش ولا استغفر وعمل حسنه واحده
تمحو 10 سيئات من نوحة، ولو ما تبش وأصر وصدر في غيه ربنا يبسط يده بالليل ليتوب من معاصي النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب من معاصي الليل. ولو بعد سنين وسنين قال يا رب رجع لك يا رب وأراد التوبة، ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه ويبدل سيئاته حسنات. ايه يا اخوانا اذا كانت هذه معاملة الله للعاصي فما بالك بمعاملة الله للطائع؟ انه كان بي حفية، فما بالك بمعاملة الله للطائع؟ يعني عايز اقول لك ليه اللي حبه ربنا حبوه كل الحب ده؟ ليه اللي ايقنوا بربنا ايقنوا بيه كل اليقين ده؟ ليه اللي اقبلوا على الله اقبلوا عليه كل الاقبال ده؟ ليه اللي عاشوا عشان ربنا عاشوا عشانه مضحين بكل اللي ضحوا بيه ده؟ يا اخوانا من هو الله؟ ما يعني جلال الله سبحانه وتعالى؟ قضية خطيرة جدا هنعيش الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأننا بنقترب من رمضان هنبدأ نعيش مع آيات كتاب الله. زي ما قلنا في الملف بتاع الأسبوع اللي قبل اللي فات بقى، هنبدأ نعيش مع آيات من كتاب ربنا. الليلة هنعيش مع آية واحدة بس، آية واحدة في سورة الأعراف، يعني بنقرأها كثيرا ولكن مين فينا الآية دي بتطرق قلبه؟ كل آية من آيات القرآن موضوع كبير جدا، 6236 فرصة للوصول إلى الله، كل آية فرصة. قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم، ادعوا ربكم. قال لا، يعني ادعوا ربكم، ان ربكم، انتوا مش عارفين من ربكم، ياللي منصرفين عنه، ياللي مستغنيين عنه، حد يبقى له رب بالعظم دي وينصرف عنه؟ انتوا بتنسوا ايه عشان ايه؟ فلما ربنا علمنا من هو الله، مين هو ربنا، قال لنا بعدها ادعوا ربكم. اللي يعرف انه له رب بالعظم دي، بالكرم ده، بالغنى ده، بالرحمة دي، لازم هيوصل لنتيجة ادعوا ربكم. انت يائس ليه؟ انت محبط ليه؟ انت حزين ليه؟ انت قلقان ليه؟ يا اخوانا ده الواحد بيبقى في كرب وهم وغم ويقعد كده ربع ساعة يستغفر ربنا سبحانه وتعالى ويرفع ايده ويتوسل لربنا، فاذا بكل شيء بينقلب. عشان كده يعني في اللغة قال لك، من وهما بيشرحوا لفظ الرب يعني ايه الرب، قال لك كلمة الرباب، قال لك يعني ايه الرباب، قال لك السحاب. طب ايه اللي يخلي السحاب يتسمى رباب؟ لما بينزل المطر بتاعه بيقلب كل حاجة، الصحراء الجرداء بتتقلب جنة خضراء، الارض المتشققة بتتقلب كل الاصناف والاشكال والالوان والروائح. فتخيل بقى اتسمت رباب لان كل حاجة بتنقلب لما السحابة بترب الارض بالمطر. فيعني ايه ربي؟ ربي يعني اللي ممكن يقلب لك كل حياتك في ثانية، اللي ممكن يغير كل مشاكلك وآلامك واحزانك في ثانية، اللي ممكن يحقق كل امالك واحلامك وطموحاتك. ربك سبحانه وتعالى، كلمة رب كلمة مليانة امل، والواحد في الهم اللي كان فيه الايام اللي فاتت بقى والثورة بتموت و فبيقرأ اللهم رب هذه الدعوة. الكلمة اللي بعد الأذان رب هذه، هي الدعوة دي لها رب؟ الدعوة دي لها حافظ وراعي ومعين؟ الدعوة دي لها من يتولى؟ يبقى احنا خايفين ليه؟ سبحان الله العظيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة، هتم هتم، لأن الله ربها سبحانه وتعالى. إن ربكم الله، انتوا عارفين مين ربكم؟ انتوا عارفين مين مولاكم؟ يا اخواني في الله، يعني ايه كلمة رب يا جماعة؟ الكلمة اللي ربنا افتتح بها القرآن الحمد لله رب العالمين. يعني ايه يا اخواننا كلمة رب؟ يعني ايه انا ليه يا رب؟ يا ابني انت ما انتش غنمة في صحراء، يا ابني انت مش متساب، يا ابني انت ليك رب. اكتر حاجة غافلين عنها في حياتنا ان احنا لينا رب. يعني ايه انا ليه يا رب؟ قالك من ضمن معاني الرب يعني الامداد الذي يمد، اللي بيمدك. يعني بيمدك؟ بيمدك. تخيلوا يا جماعة كل يوم الصبح مطلوب كم وجبة لأهل الكرة الأرضية؟ تخيلوا يوميا بينزل كم ألف طن مطر على الأرض عشان الناس تشرب؟ تخيلوا يوميا الشجر على وجه الأرض بيطلع كم ألف وكم مليون طن أكسجين وإلا الناس تتخنق؟ تخيلوا يا جماعة الأرض بتطلع يوميا كم طن طعام وشراب عشان الناس؟ الإمداد لما بتنزل في فندق من أي فنادق في يعني أي بلد بتسافرها ويقولوا لك في غدا أوبن بوفيه ولا فطار
تحضر اوبن بوفيه، الناس تنزل بقى وتقول يا سلام يا سلام، 20 نوع اكل في وقت واحد في مكان واحد يسموه اوبن بوفيه. الاوبن بوفيه اللي على وجه الكره الارضيه ده، اللي الاف مؤلفه وملايين ممليانه من انواع الطعام والشراب، والواحد لما بيعدي قدام محل عطار يكون كبير شويه ويشوف منظر التوابل بس اللي محطوط جنب بعضه، الاف يا جماعه من انواع التوابل والبهارات. ده مش الاكل ولا ده الشرب، ده اللي بيسموه الخلطه السريه، ده مش حاجه اصلا، ده المزاج بتاع الاكل، ما هوش حاجه. الواحد قلبه بيذوب، يا رب كل ده لينا يا رب. يعني ايه ان ربكم، يعني ايه انت ليك رب؟ غير الامداد يا اخوانا التدبير، ان ليك حد بيدبر لك، مش بس ليك حد بيمدك، ليك حد بيدبر لك. يعني ايه حد بيدبر لك؟ يعني عارفين يعني ايه تدبير، عارفين يعني ايه يدبر الامر. يعني مثلا اللي بنى مدينة المنصورة دي مثلا، يعني المنصورة طبعا بلد تاريخية جدا، ولكن مثلا مدينة بنت من 100 سنة، يوم ما بناها ما كانش عامل حسابه ان التوالد السكاني فيها بعد 100 سنة هيزيد، فيبقى الشوارع مخنوقة في المرور ومحدش هيعرف يمشي بالعربية بتاعته فات الذروة. يبقى ده ما هوش عارف ان بعد 100 أو 200 سنة هيحصل المشكلة دي، فمعرفش يوم ما حط خطة البلد دي يعمل حساب المشاكل اللي بعد 200 سنة، فاحنا مخنوقين الوقت بسببها. اهو التدبير، ان ربنا لما خلق الكرة الارضية كان يعلم ان بعد 10,000 سنة في انسان هينزل على القطب الشمالي والجنوبي وهيعرف يلبس لبس تقيل على كل جسمه الا على عينيه. طب هيحصل له ايه؟ طب ما المايه بتاعت عينيه تتجمد، فاذا بماء العين يخلق خلق لا يتجمد، ما يتجمدش لما ينزل انسان قطب شمالي ولا جنوبي. يعني الانسان من 7,000-8,000 سنة، من اي كم الف سنة بقى من يوم ما نزل الارض، وربنا يعلم انه بعد الاف السنين هيتعرض لهذا الامر. هي دي يدبر الامر بقى، يدبر الامر. تشوف مثلا يعني يقول لك ايه ده ازمة المرور ده في البلاد المتخلفة يا عمو، بلاد العالم التالي، سان فرانسيسكو في امريكا ازمة مرور قاتلة. مش عارفين البني ادم عنده طاقة محدودة في التخطيط والتدبير، ما يعرفش يدبر بعدها. البرازيل كانوا عايزين يعملوا يوم للعربيات اللي ارقامها فردية ويوم للعربيات اللي ارقامها زوجية. العالم كله عنده ازمة مرور. يعني ايه؟ يعني احيانا تخطيط الانسان هو اللي ممكن يجني عليه، ممكن واحد يقعد يخطط وتخطيطه هو اللي يضيعه. يدبر الامر. ماذا لو دبر لك الله؟ ماذا لو دبر لك ربك؟ ماذا لو رتب لك ربك سبحانه وتعالى؟ ان ربكم، يعني ايه ربي؟ يعني ان انا ليا رب، ان ليا حد بيمدني، ان ليا حد، ان ليا منعم. يعني ايه منعم؟ شوفوا سيدنا ابراهيم، فانه عدو لي الا رب العالمين. يعني ايه رب يا ابراهيم؟ الذي، شوفوا كلام الفطره بيقول ايه، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين. يعني ايه؟ يعني انت لما رحت الدكتور وكتب لك الدواء، هو مين اللي خلق الدواء ده اصلا؟ هو مين اللي خلق النباتات الطبية والاعشاب الطبية اصلا؟ هو مين اللي علم الدكتور ده اصلا؟ اعرف ان كل حاجة اللي جاب لك تاكل او تشرب، هو مين اللي خلق الاكل والشرب اصلا؟ مين؟ وهو يهدين. ده انا التزمت على ايد فلان، ده انا التزمت في الدرس الفلاني. ومين اللي الهم فلان انه يقول لك الكلمة اللي شقت قلبك وانت بتسمعها تقول ده انا كل اللي اثر فيها من وسط الدرس كلمة قالها هي السبب فيه ان انا التزمت، والكلمة دي مين اللي القاها على لسانه اصلا؟ فهو يهدين، هو يطعمني ويسقين. يعني ايه؟ يعني كل الاسباب ما هي الا سفن لنقل العطاءات. يعني تخيلوا كده، واحد خبط على الباب، واحد سائل عايز فلوس، فقام مد لابنه 10 جنيه وقال له روح اديها للسائل. فابنه مش فاهم اصلا، ابنه مش فاهم ايه العشرة جنيه ديت وايه السائل ده، هو مش فاهم، بس ابوه قال له دي لده، فراح يديها له. السائل اول ما لقاه بيديله فلوس وقع على رجله يبصها، وقع على ايده يبصها، وانا مش عارف اقول لحضرتك ايه. وانت يا عم ده سفينة نقلت لك العطاءات، واحد قال له تعالى في شحنة بضائع جايالك، راح مين اللي بعتها لي وما بيفكر، قاعد يبص في السفينة ويحضن في السفينة، يا ابني فكر مين اللي بعتها لك ومين اللي حمل لك اللي عليها، فكر دي جاية منين، بدل ما تفكر بس في النعمة
بدل ما تفكر بس في السبب فكر في المسبب. المثل العظيم جدا اللي هو رغم بساطته لان الواحد دايما بيحب ان هو يعني يعيش مع المثل بتاع النملة وسن القلم. النملة اللي واقفة على ورقة، واحد بيكتب ماسك قلم وبيكتب، فالنملة عينيها مش جايب اكتر من سن القلم، عينيها مش عارفة تجيب المسافات الشاسعة اللي هي الراجل ماسك بايده القلم، فشايفة الكلام بيكتب وشايفة سن القلم بيكتبه، فهي معتقدة ان اللي بيكتب الكلام سن القلم، في حين ان اللي بيكتب الكلام واللي ماسك القلم يد الرجل. ولله المثل الاعلى. احنا بنتعامل مع الاسباب ان هي اللي بتنعم وهي اللي بتعمل. يا اخوانا الفاعل هو الله، يا اخوانا اللي بيحرك الاسباب هو الله، يا اخوانا اللي مهيمن على كل شيء هو الله. فمن معاني الرب المنعم، يعني ايه المنعم؟ يعني هو يهدين، هو يطعمني ويسقين، هو يشفين، هو دي قلبك يعيش معاها. من معاني الرب من معاني الرب التربية يا اخوانا، يعني زي ما قلنا دلوقتي كده في قول الله سبحانه وتعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم. يعني البلاء ده جالك عشان ربنا يربيك بيه، يعني المشكلة دي حصلت لك عشان ربنا يربيك بيها، يعني الأزمة دي انت وقعت فيها عشان ربنا يربيك بيها. يبقى بيربيك بالأقدار وكما يربيك بالشرع. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من إيه؟ من ربه. يبقى كل اللي في القرآن ده من ربك، يعني من اللي بيربيك، يعني كل احكام الدين تربية ليك. يعني عشان كده لما يجي واحد يقول لك ايه انا ما بلاقيش قلبي في العبادة الفلانية، يا ابني كل عبادة تربية ليك، سواء قدرت او لم تدري، سواء حسيت او لم تحس، خليك ماشي ورا شرع ربنا وانت تتربى وتتبنى. من معاني الرب الرعاية اخوانا، الراعي. يعني ايه الراعي؟ يعني في كلمة كده في الفقه يقول لك ايه؟ يقول لك في باب الزكاة الغنم، يقول لك الغنم نوعين، في غنم بتتساب سواء تاكل من اي حاجة في الارض ديت اللي عليها زكاة، تاكل من اي عشب في اي مكان، وفي غنم صاحبها بيعمل لها زي حظيرة ويقفل عليها ويأكلها هو بنفسه الايه الاكل بتاعها يجيبه لها على حسابه. سموا الغنم اللي مقفول عليها اللي ملهاش راعي غير صاحبها، لو ما دخلهاش اكلها هتموت، سموها الايه الربائب. واخدين بالكم بقى يعني ايه كلمة الربائب؟ يعني الغنم دي ملهاش الا ده، لو ده سابها دي تموت. يبقى من معاني الرب الراعي الوحيد اللي ملكش غيره، اللي انت ملكش غيره في حياتك. يعني ايه ان ربكم يا اخوانا اللي عاش مع الربوبية، معاني الربوبية كلمة رب دي بتديك امل في الحياة. انت ليك رب يعني في امل، انت ليك رب يعني ما تخافش، انت ليك رب يعني ما تزعلش، انت ليك رب يعني ما تقلقش. اللهم رب هذه الدعوة، الله يبقى الثورة يجي بقى يعني هؤلاء الظلمة والكبارين يبدأوا يحاولوا يلتفوا حواليها، يحصل اللي امريكا تحاربنا، اليهود يحاربونا. الدعوة دي ليها رب، لو كلنا قعدنا في بيتنا الليلة الله يتولاها، الله يسير شؤون، الله يمدها، الله ينعم على اهلها، الله هيفتح عليها وهيربيها ويزودها، الله ليها رب. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لا يزال الله يغرس. شوفوا الحديث الجميل ده، الحديث اللي يحسسك كده ان انت سعيد جدا وان انت مش قلقان من اي حاجة بتحصل. ان الله لا يزال الله يغرس لهذا الدين، يغرس في هذا الدين. خدوا بالكم يغرس، لان ما قالش يزرع، الزراعة غير الغرس. الغرس ده اما بتجيب الفسيلة بتاعت الزرع وتحفر وتحطها وتردم حواليها تبقى راسخة ثابتة في الارض. عشان كده قالك الغرس زي الغرز، حاجة اتغرزت في المكان. يعني لما ربنا بيزرع، كم واحد من اللي قاعدين قدامي ربنا بيغرسه الوقتي؟ كم واحد من اللي قاعدين الوقتي مغروس وربنا بيرعاها وبيسقيه عشان بكرة له مهمة في نصر الدين ربنا؟ ان الله يغرس، قال لك العلماء ده دول الدعاء الى الله. يعني الغرسة ديت المقصود بها الدعاء اللي من وهو لسه صغير وربنا. احنا كنا لسه بنقول من معاني الرب الايه المدبر. انتوا عارفين انا ايه المدبر؟ يعني انت اسمك محمد مثلا، انت عارف انت لو كان اسمك عباس مثلا انت كان حياتك كلها اتغيرت. ليه؟
لانك كنت اتحطيت مع حرف العين من وانت في اولى ابتدائي، واتحطيت مع حرف العين من وانت في اعدادي وثانوي. تخيل بقى معنى تغيير الصحبه، ده تغيير حياه من الالف للياء. يعني انت ربنا مرتب لك ومدبر لك ان انت ممكن اول حرف من اسمك سبب من اسباب بدايتك. ازاي هتقعد في فصل او في مكان بسبب اسمك ده وتتعرف على حد معين يبقى سبب سعادتك في الدنيا وفي الاخره؟ ده موضوع كبير يا اخوانا، ده موضوع كبير. لا يزال الله، لا يزال الله يغرس في هذا الدين. لما كنا بنتكلم المرات اللي فاتت كلها عن انك لازم تتزرع جوه بيئه الايمان، لازم تتزرع جوه الحضانه الايمانيه. طول ما انت جوه بيئه الدروس وطلب العلم وتحفيظ القران والاعمال الخيريه، طول ما انت وسط البيئه دهيت اللي حواليك اخوانك، ومع الدعاء ومع طلبة العلم ومع العلماء ومع الشيوخ ومع، طول ما انت جوه الغرسة دي، طول ما انت جوه البيئة دي، ابشر انت بتنمو حتى بس من غير ما تحس. زي الشجرة اللي قدام المسجد دي، ما دي اتغرست ونمت من غير ما حد يحس. لا يزال الله يغرس في هذا الدين، فيه لازم تتغرس في الارض. ده ايه؟ لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا. شوف يعني يغرس غرسا. انت عارف لما يقولك الفلاح يزرع زرعا، حاجة بقمة القوة، مش اهل الباطل بيعملوا للباطل. والدعوة دي لا رب بيعمل ليها، والدعوة دي لا رب بيغرس ليها بكلتا يداي، والدعوة دي لا رب بيرعاها. قوة يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته الى يوم القيامة. الى يوم القيامة يعني مش هيجي يوم ربنا يتخلى عن دينه، مش هيجي يوم ربنا يسيب دينه. ربنا لا يزال هيعطي لدينه اسباب وراء اسباب من الفتح حتى يظهر الله هذا الامر سبحانه وتعالى، وحتى يتم الله هذا الامر. كلمة رب بتديك امل. عشان كده والنبي عليه الصلاة والسلام محاصر ومهدد وتعبان والدنيا ده، يا ربنا يقول له ايه؟ الم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ شوفوا لما دول حصروا مكة ربنا عمل فيهم ايه. ما تخافش، ما تخافش من الحصار. لما النبي عليه الصلاة والسلام تضيق عليه من التعذيب، ربنا يقول له ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب. كلمة رب دي لما بتذكر والنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، والنبي قلقان، والنبي خايف عليه الصلاة والسلام أول مرة، أول لحظات للوحي، ونور نازل من السماء وبيقول له وبيعصر صدر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي في موقف رهيب، والنبي لوحده عليه الصلاة والسلام على هذا الجبل في هذه الليلة، والنبي عليه الصلاة والسلام في الموقف ده، ربنا يقول له اقرأ باسم ربك، باسم ربك. أول ما كلمة رب دي قبل الأداء قبل المغرب الساعة الأخيرة من يوم الجمعة النهار الليلة، فيعني كنت بقرأ في سيد الاستغفار، فخدت بالي اللهم أنت ربي. يا سلام، يا سلام على العشم بقى اللي يملأ قلبك وانت بتقول باقي الدعاء عشان بدايته بس اللهم أنت ربي. وانا الوقت بطلب من ربي، يا سلام، هو انا بطلب من مصدر امان حياتي؟ هو انا بطلب من الراعي الوحيد لحياتي؟ هو انا بطلب من رب العالمين؟ خلاص بقى، يبقى انت بتطلب بقى الدعاء وانت قلبك مليان عشم. سبحان الله يا اخواني. ان ربكم، ربنا بيقول للناس انتوا عارفين مين ربكم، انت عارف مين ربك، انت عارف انت بتعرض عن مين، انت عارف مين مولاك. ان ربكم الله. لما الواحد بيفكر سبحان الله، لما سيدنا موسى عليه السلام دخل على فرعون، مش دخل على المجلس العسكري، دخل على فرعون وداخل كده قال فرعون وما رب العالمين. اكتر آية مضحكة في القرآن كله. يعني السلف كان يقولك ازهد آية في كتاب الله، يعني كده بقى اخوف آية في كتاب الله، ارجى آية في كتاب الله، دي اضحك آية في كتاب الله. ازاي؟ قال فرعون الحقير الحشرة ده، اهو عارفين لما صرصار كده يقف وسط المينا يقولك وما السفن، يعني يا ابني انت مين اصلا يا ابني انت؟ قال فرعون وما رب العالمين. عشان كده الآيات اللي قبلها كلها قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمر، قال يعني ربنا ما قالش حتى قال فرعون. أما جت هذه الآية
ربنا المرة الوحيدة فاتحة صورة الشعراء اللي صرح بلفظ قال فرعون، رغم ان فرعون قال كلمات كتير، لا قال قال بس، قال قال قال، انما عند دي قال فرعون. ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يحط لك الاسمين جنب بعض كده، شوفوا الجنان بيوصل لدرجة ايه. قال فرعون وما رب العالمين بقى، ايه رب العالمين اللي انت بتتكلم عنه ده؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. موسى سابوا منه وكلم الناس اللي قاعدين في البلاط، في البلاط العسكري بتاع فرعون، كلم بقى اللي ايه مجلس العسكري وبتوعه مش عارف ايه وبتوعه من الدوله وشويه الايه اللبخ شويه البتوع اللي حوالين القصه دي. قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. هو فرعون اللي بيرب الشمس والقمر؟ هو فرعون اللي ماسك الشمس بقالها 5 مليار سنة بتدور في المدار بتاعها؟ رب السماوات والارض مين اللي بيرب الكون ده؟ مين اللي بيحرك الافلاك وبينسقها وبينظمها وبيوقدها وبيمدها بالوقود بتاعها؟ مين يا جماعة؟ مين اللي حافظ الكرة الارضية في مدارها؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله الا تستمعون؟ قال له انتوا شايفين اللي ده بيقولوا ساكتين؟ وخدوا بالكم ربنا ما قالش قال لمن معه، دايما مع الانبياء ربنا يقول محمد رسول الله والذين ايه مع فرعون، ربنا قال لمن حوله. لمن حوله دي كلمة عصابة، الرباطية اللي حواليه، يعني كلمة تدل ان دول شوية عصابة زي الوضع اللي احنا فيه ده، بس نص العصابة في السجن ونص العصابة لسه ماسك الحكم. ربنا يخسف بيهم جميعا الارض يا رب. قال لمن حوله، الرباطية العصابة اللي اتخدع بها الناس وظنوا ان القضية كلها فرعون اترمى في السجن يبقى النظام سقط، ونسوا اللي كانوا حول الرباطية وبقية العصابة دول. قال لمن حوله الا تستمعون؟ انتوا سامعين بيقول ايه؟ انتوا ازاي تسكتوا؟ انتوا ازاي ما تنظرونيش؟ قال ربكم، لما كنت حتة نطفة في بطن امك، مين اللي ربك؟ من الذي ربوت بنعمه؟ ورب ابائكم الاولين. مين فرعون اللي كان بيطعم ابائك واجدادك؟ فرعون اللي كان بيقيدك في جدك السابع؟ مين ربكم ورب ابائكم الاولين؟ قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. مفيش فايده بقى، ده واضح ان الدنيا خلاص بقى، مش ممكن يكون ده انسان عاقل اللي وقف قدام الانسان العظيم ده وبيقول له الكلام ده. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما. فرعون اللي بيرزق اهل المشارق والمغرب، فرعون اللي بيرزق وبيقيت وبيدبر امر وبيمد وبيحفظ وبيرعى وبيربي اهل المشارق والمغرب. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. لو انتوا اللي بتعقلوا، انت بيقول عليه انك لمجنون، ده انتوا اللي مجانين لو ما فهمتوش الكلام ده. الواحد هو بيقرا الايات دي يا اخوانا قال سبحان الله ما بينحرفش، لما عرف ان ربه هو الله ما انحرفش، لما عرف مين ربه، لما عرف ان الدعوة دي لها رب. انما اللي حصل من بعد الثورة، الانحرافات والالتواءات والوقوف في وش المجلس العسكري بسلاح السياسة وحده، رغم ان ده مش كلام ربنا ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ان احنا نواجه اهل الباطل بسلاح السياسة وحده، بالسلاح السياسي بس، رغم ان ده مش كلام ربنا. ربنا قال لنا نواجههم بالتوكل الصادق، ربنا قال لنا نواجههم بالوحدة والترابط والايمان ببعض، ربنا قال لنا نواجههم بنصرة المبادئ، ربنا قال لنا نواجههم بالانتشار وسط الناس والجهاد الدعوي والنزول للشعب والمجتمع. انما اللي حصل ده للاسف خسرنا خساره فادحه. موسى ما حاولش، فرعون عايزه يحود، بيقول له رب العالمين، قال له رب السماوات والارض، قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، عايزه يحود وخلاص، يوم يشتمه هو موسى برضه هو يتشتم يرد عن ربنا. طب ده انت اللي بتتشتم يا موسى، مش هرد عن نفسي، انا ما يهمنيش ارد عن نفسي، انا اللي يهمني ان الناس تعرف من هو الله، مين هو ربنا سبحانه وتعالى. يبقى القضيه مهما فرعون حاول يخلي موسى يحود، موسى ما بيحودش، موسى عارف انه داعية، موسى عارف انه جاي يتكلم عن ربنا، موسى عارف طريقه وعارف وجهته، لان علم معنا اللهم رب هذه الدعوة، ان الدعوة دي لها رب، مش انا ربها، ليها رب، انا بنفذ اوامر هذا الرب العظيم وانا بتحرك لنصرة هذه الدعوة. كوارث يا اخوانا، كوارث. ان ربكم الله، الله، ان ربكم، انتوا عارفين مين ربكم؟
انتوا عارفين يا غافلين، انتوا عارفين يا تايهين ومش عارفين ترفعوا ايدكم لمين، انتوا عارفين يا تايهين ما بين كل باب وباب وناسيين باب ربكم سبحانه وتعالى. انتوا عارفين مين ربكم؟ طب تعالوا ما اعرفكم مين ربكم عشان نوصل في الاخر للنتيجه الخطيره. ادعوا ربكم. اللي هو انت زعلان ليه بقى وانت مشتت نفسك ما بين الاوثان ليه، وانت تايه ما بين كل باب ليه، وانت قاعد حاطط ايدك على خدك ليه؟ كلكم ارفعوا ايدكم ربنا واطلبوا من الله، ادعوا ربكم. ان ربكم الله، الله على كلمة الله. كلمة الله دي اجمل كلمة في الوجود كله يا جماعة. كلمة الله لما تسمع كده كلمة النبي عليه الصلاة والسلام وتحس ان انت قلبك كده عايش بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. الله لا يضر مع اسمه شيء. مجرد ذكر اسم الله في اي مكان في السماء او في الارض لا يؤذيك شيء. ليه؟ لان الكون كله عارف مين هو الله، الكون كله يعلم مولاه. لا يضر مع اسمه شيء. الله لا النبي عليه الصلاه والسلام لما كان له خاتم، فالخاتم لما تشوف الشكل بتاعه تلاقي محمد رسول الله، بس مش محمد فوق ورسول في النص والله تحت، لانه خاتم صغير ما ينفعش الكتب جنب بعضه، تلاقي محمد تحت ورسول في النص والله فوق، مكتوبه بالعكس. طب ليه؟ لانه لا يعلو على اسم الله شيء. الله لا يضر مع اسمه شيء، لا يعلو على اسم الله شيء. لما غلام الاخدود احد يدعو الى الله، ففي الاخر بيقول للراجل امسك بقى الايه السهم بتاعك واضربني بالسهم من كنانتك وقول بسم الله رب الغلام. طب ليه مش رب حازم ولا رب محمد ولا رب ابراهيم؟ لانه لا يرفع مع اسم الله شيء. خلاص مفيش اسم يرفع مع اسم الله سبحانه وتعالى. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا حديث العبد اللي له 99 سجل كلهم سيئات، وبعد كده كفت السيئات طبة بقى محترمة يعني، فجاء قالوا له لسه ليك بطاقة تعمل ايه دي فيها لا اله الا الله. فلما تضع البطاقة مش تفقل، يعني مش حطيت مثلا 5 كيلو حديد وفي 2 كيلو عنب في الناحية التانية، فقامت الميزان طب ده طاشت الصحائف. طاشت دي يعني ايه اخوانا؟ يعني اللي اتحط مثلا، يعني اللي في الكفة دي كيلو واتحط 1000 كيلو، فالكيلو طار اصلا طاشت الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ايه؟ ولا يفقل مع اسم الله شيء. الله لا يضر مع اسمه شيء، ولا يعلو على اسمه شيء، ولا يفقل مع اسمه شيء، ولا يرفع مع اسمه شيء. كلمة الله، كلمة الله. عشان كده كلمة الله دي جمعت الدين كله. هي ايه هي العبادة؟ يقول لك الله جاية من لاها، اي خاب واحتجب. طب احنا بنعبد ربنا بالغيب فعلا. واحد تاني قال لك لاها جاية من لاها، اي لاهة العقول، يعني تاهت العقول وحارة العقول. طب ما فعلا من عظمة ربنا العقول بتحار. واحد تاني يقول لك لاها من ولها الفصيل، حصان الصغنن بقى اللي بيفطموه عن امه وقعد يصهل وينادي على امه من شدة الحب والشوق. ما صحيح، ما احنا بنعبد ربنا بحب وشوق. واحد رابع يقول لك لا، ده الله من الالهة، اي من العبادة والطاعة والانقياد. طب لو جمعنا الاربع معاني دول هنلاقي تعريف التوحيد كله. ايه هو؟ العبادة، الطاعة، عن حب وتعظيم بالغيب. طب ما ايه ده عبادة ربنا كلها؟ ايه مفهوم الدين؟ انك انت تطيع يبقى دي من الاله، عن حب يبقى دي من ولي الفصيل، وتعظيم اللي هي حارة العقول وتاهت، بالغيب اللي هي لها احتجب سبحانه وتعالى. اخواني في الله، عايزين نعرف مين هو ربنا عشان بنعيش الحياة اللي احنا عايشينها دي. عايزين نتكلم عن ربنا ونسمع عن ربنا وقلوبنا تعيش مع جلال ربنا سبحانه وتعالى، لان ده اعظم حاجة. القرآن نازل من فوق 7 سماوات عشان تعرف مين هو ربك لما بتسمع قول الله سبحانه وتعالى. الآية اللي شيخ ابراهيم في المغرب قرأ اللي زيها بقى في سورة الكهف، احنا نقول اللي زيها بس في سورة لقمان، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ولو أن ما في الأرض، شوف الكلام، ولو أن ما في الأرض، كلام الله عن الله ده، حس انك انت عايز تقعد وتعيش وتعيش وتعيش، والآية الواحدة كافية لتغيير حياتك. قال تعالى وأحق القول قول الله سبحانه وتعالى
ولو أن لو ده مستحيل يعني بس يعني إيه عشان الناس تفهم يعني ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وفكرة والبحر يمده بس يعني والبحر يمده من بعده سبعة أبحر شوف الكلمة المسهلة بقى ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ولو أن ربنا بيقول لك إيه تخيل لو جبنا آلاف المصانع عشان تقطع كل شجر الأرض عشان كده من شجرة مش من شجر يعني الآخر شجرة يعني شجر الجبال الاستوائية الغابات الاستوائية والغابات الصنوبرية في شمال وجنوب الأرض وغابات الشوارع وأشجار الدنيا كلها ولو أن ما في الأرض من شجرة عملنا آلاف المصانع لتقطيع جميع شجر الأرض وبعد كده عملنا آلاف المصانع لتحويل كل مليارات الأشجار دي إلى أقلام وبعد كده عملنا آلاف المصانع لتحويل كل محيطات الأرض إلى حبر وبعد كده عملنا آلاف المصانع من أجل تعبئة الأقلام بالحبر وبعد كده جبنا مليارات من البشر والملائكة قعدوا يكتبهم اللي ربنا سماه كلمات الله قعدوا يكتبوا ده كل ألم من الإقلام خلص مليارات المليارات من الإقلام حاجة يا أخوانا تصور مذهل مذهل وفي النهاية ما نفدت كلمات الله 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 يعني ايه ده اخوانا احنا غافلين عن هذا الاله العظيم ده ايه كلمات الله تعال نكتب كلمات الله هنا لها معاني كتير جدا تعال نكتب كلمات الله هي العطاءات التي نزلت من خزائن الله على الكون كله اكتبهم مش هتخلص العطاءات قال لو الخزائن ما خلصتش طب كلمات الله كلمات الله اللي في القرآن كلمات الله القرآنية معاني القرآن معاني بقى مش واحد يعمل 10 مجلدات يقول لك انا فسرت معاني وعلم القرآن بجد ما نفدت ما حدش عرف يفسر القرآن طب كلمات الله هنا وسائل الله لإنفاذ مشيئته بقى قد ايه ربنا شواهد قدرة الله شواهد أسماء الله وصفاته ما نفدت كلمة الله طب كلمات الله عجائب الله في خلق الإنسان وفي خلق الكون قعدنا نكتب كده بقى إيه عجائب الله في خلق كل مخلوق من المخلوقات ما نفدت كلمات الله طب كلمات الله هنا علم الله قعدنا نكتب علم الله علم الله مين بقى ده انت مش 7 أبحر ولا 7 كرات أرضية ولا 7 مجرات ولا 7 سماوات كلهم لو بقوا بدان سبحان الله العظيم سبحان الله رب العالمين يعني القضية يا اخوانا ان ربنا لما بيكلمنا عن ذاته العظيمة وعن صفاته الجليلة سبحانه وتعالى ازاي قلبك يتفاعل مع الكلام ده لما يتقال لك ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربي حس كده بالفخر والفرح والكلمة دي كده بتتقال ذلكم الله ربي تعالوا شوفوا تعالوا شوفوا مين ربي زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كده كان يقول على سيدنا سعد هذا خالي فليرني امرئ خاله حد عنده بقى كده حد عنده من النوايا ولله المثل الأعلى تعالوا يا من تعبدون كل المعبودات تعالوا شوفوا ذلكم الله ربي تعالوا شوفوا ربي ومولاي لما ربنا سبحانه وتعالى يحدثك عن صفاته العظيمة ربنا يقول لك سبحانه وتعالى وهو يصف علم الله العظيم وهو يصف علم الله العظيم ربنا يقول لك ايه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو يعني ايه عنده مفاتح الغيب ده احنا هنا مش بنقول ان عنده علم الغيب ده العلم ده نفسه له مفاتح والمفاتح دي عند الله يعني ده الموضوع ده 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 قصص بقى خزائن العلم دي فيه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا الله لا يعلمها الا الله مفيش ما تبصش حواليك ما حدش يبص حواليه ما فيش حد زي الملك سبحانه وتعالى لما الواحد كان سبحان الله انا جاي كده ففكر في قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك قلت سبحان الله اذا كانت هذه قدرة مخلوق فما بالك بقدرة الله سبحانه وتعالى زي اسمه الرجل القارون اذا كان ده غنى مخلوق فما بالك بغنى الله ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعطي غنم بين جبلين قلت إذا كان هذا عطاء مخلوق فما بالك بعطاء الله
سبحانه وتعالى لما تشوف صفات المخلوقين ايه ده البشر امال الخالق سبحانه وتعالى صفاته ايه وعظمته قد ايه وجلاله قد ايه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر ما في البر والبحر ده في غابات على وجه الكره الارضيه ما فيش رجل بني ادم نزلتها لحد دلوقتي ولا يعرفوا ولا حاجه ده بيقول لك في حوالي يعني مش عارف فاكر بقى من 5 ل 10 مليون نوع من انواع الكائنات الحيه على وجه الارض العلماء ما يعرفوش عنهم اي حاجه اصلا لحد دلوقتي وكل سنه بيكتشفوا 15,000 نوع جديد يعني الناس مش عارفه اصلا حاجه يعني الناس سبحان الله ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمه ولا ورقه يعني يا رب من قبل ما تخلق الشجر اجل كل ورقه شجر موجود في كتاب الا في كتاب مبين اجل كل ورقه شجر مش اجل كل انسان مكتوب في كتاب ولا تسقط من ورقه الا يعلم ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس ده حاجة يعني إلا في كتاب مبين سبحان الله العظيم سبحان الله رب العالمين إيه العلم ده يا أخوانا من الحاجات اللي احنا دايما بنتكلم عليها ونقول الله سيبعث الخلق وبعث إنه احنا ما وقفناش قدام كلمة البعث دي نشوف يعني إيه بعث اللي عنده قدرة البعث يبقى إله قدرته شكلها إيه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك آية سطر ولكن يعني تفعل في القلب الحي ما تفعل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة هو إيه ده يعني إيه ما خلقكم تخيل قدامي كده مليارات المليارات من حشود البشرية في التاريخ ربنا يقول ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده طب ايه اللي جاب الخلق للبعث ما ده اللي وقف المشركين وده اللي خلاهم اصلا مش يعني لازم ينكروا البعث يقول لك طب انتوا دلوقتي بتقولوا ربنا سبحانه وتعالى هيبعثنا ازاي هو ربنا خلقنا مره واحده يعني انت هتبقى لك مثلا 50 مليار بني ادم على يوم القيامه ولا 200 مليار بني ادم ولا حاجه 200 مليار في نفس واحد كده هو ربنا لما خلقهم واحد بواحد النهارده ربع مليون بربع مليون كل يوم يعني احنا يعني على وجه الارض دلوقتي في 8 مليون حامل كل ربع مليون من الثمانية بتولد لها قد ايه فانت يعني تخيل الله سبحانه وتعالى لما خلق البشر خلقهم بالتدريج يبعثوا مره واحده كده فعلا كده الله قادر كده وثم لما ربنا خلق الانسان ما خلقوش مره واحده برضه ما بقاش كده انسان لا ده بقى نطفه وعلقه ومضغه شوفوا الغباء يعني هو مش بيستدل بالمعجزة على ان الله قادر ده هو بيستدل بالمعجزة على فازاي بقى الخلق اللي اتخلق كل واحد منها تدريجي يبقى مرة واحدة سبحان الله يقدر ربنا يقول لنا ايه قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ عارفين زي الكتاب اللي موجود فيه اجال ورق الشجر كده اللي لسه كنا بنتكلم عنه دلوقتي ربنا بيقول لك ذرات تراب اجساد البشر اللي بتختلط بذرات تراب اجساد الحشرات والحيوانات والطيور ربنا بيقول لك ده احنا عندنا كتاب بيحفظ ذرات التراب دي راحت فين يعني ايه يعني اللي انت سامعه يعني هو كذلك الله وانت بتتكلم عن ربنا بميزان ادراكك انت ده احنا بنتكلم عن علم فوق الادراك وعن احصاء فوق الادراك وعن قدرة فوق الادراك وعن عظمة وجلال فوق الادراك من الله سبحانه وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة يا نهار ابيض يعني مثلا ايه يعني مثلا واحد كده قال لك خد يا عم ال خد ال 100 مليار دولار دول 100 مليار دولار ده يا عم دول ده ما يجوش فكه اصلا في اللي معاه ما يجوش فكه في اللي في جيبي حتى يعني مش في ثروه ده ما هماش حاجه ده لو وقعوا منه مش هيفكر فيهم ولله المثل الاعلى ده انا بقول لك يعني ايه الا كنفس واحده يعني ايه خلق مليار بني ادم وخلق بني ادم في قدرته مستويين يعني ايه لما اقول لك واحد غني المليار جنيه عنده زي الجنيه يعني ايه المليار زي الجنيه يبقى هو عنده كام بقى لما المليار زي الجنيه يبقى هو عنده كام
مفيش حد في البشر دي مقاييسه خالص. سبحان الله رب العالمين، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. إخواني في الله، من هو الله؟ من هو الله؟ مين هو ربك؟ ولسه احنا بنقول إن ربكم الله، يعني ربنا سبحانه بيقول لك مين ربك؟ يعني ايه مين ربك؟ مين اللي لما هتحتاج تسأله؟ مين اللي لما هتطلب هتطلب منه؟ مين اللي لما يحصل لك مشكلة تقف على بابه؟ طب ربنا بيعرفني مين ربي ليه؟ عشان اللي انت فيه ده ما يفضلش، عشان اللي انت فيه ده ما يستمرش، عشان تعرف بقى، تعرف يعني ما تعرف انك ما انت الصحراء، ما انتش غنم في صحراء، ده انت ليك رب بيرعاك ما وسايبك سبحانه وتعالى، ومش قضية ان ده طائع وده عاصي، ربنا ربك وانت طائع وانت عاصي، ربنا ربك وانت قريب وانت بعيد، ربنا ربك وانت طفل وانت كبير، ربنا رب العالمين، رب الوزير والغفير، رب الملك والمملوك، رب السيد والعبد، رب الغني والفقير. حدش يقدر يستغنى عن ربنا ابدا سبحانه وتعالى، حدش يقدر يستغنى عن الله. يعني انت اللي فصل لك القميص اللي انت لابسه ده ولا الجلابيه دي اديته كام؟ امال اللي خلقها لك اصلا سواء دي كانت قطن ولا كتان ولا صوف ولا اديته كام؟ اللي عمل لك عفش بيته ادي بيتك اديته كام؟ امال اللي خلقه لك اصلا وخلق لك الخشب اصلا يبقى نعمته عليك قد ايه؟ ويبقى عمل لك ايه سبحانه وتعالى؟ ربك رب العالمين، ان ربكم الله. من الايات اللي يعني الايات فعلا اللي يعني حتى تلاقي اول الايه كده واخرها الم تروا ان الله سخر لكم. شوف سخر دي توديك في ناحيه ولكم دي تجيبك في ناحيه. سخر لكم ما في السماوات وما في الارض. ليه؟ انت مين اصلا؟ هو انت مين عشان يعمل لك كل ده؟ واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. باطنة في نعم لو قعدت تموت نفسك لحد ما تموت عمرك ما تكتشفها. وعملها لي، ايه الحنان ده يا رب؟ ايه يا رب الحنان ده يا رب؟ ومن شوف بقى ده النص الاولاني النص التاني، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يجادل بعد كل اللي ربنا عمله ده زي يعني ذلك الضال يعني اللي من النصارى من رجال الدين بتوعهم، فا يعني بيعملهم احوار فبيقولوا له فلان بيقول ان مريم هي الالهه ومريم الهه ومريم، قال لهم لا استغفر الله مريم ليست إله. الله أكبر، لقينا واحد عاقل في الدنيا دي ولا إيه؟ أمال إيه؟ قال لهم إنها والدة الإله. يا عم استغفر الله العظيم وأتوب إليه، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. شوفوا ربنا عظمته قد إيه، وشوفوا البشر بيدعوا لله إيه. ليس أحد أصبر على أذى من الله سبحانه وتعالى. ألم تروا كل اللي حواليكوا ده ما وركوش، ما فتحلكوش عينيكم، ما خلكوش تشوفه. ألم تروا؟ يعني استغفر الله العظيم واتوب اليه يا اخواننا. بس يعني انا فاكر وانا لسه طالب في الكليه هو والله يا اخواني، وكان معاه احد اخواننا يعني هو من الدعاء الوقت بفضل ومنه الله، وماشيين فلقيت ورده كده واقعه على الارض، وكانت المشاه وقتها ما فيش اصلا، المشاه دي كانت ما فيش فيها ولا محل ولا يعني المشاه دي اتعمرت اصلا لسه في اخر سنوات بس. فمسكت الورقه دي قلت له بص الورده دي بقى اللي يشوفها يا مجنون يا مجنون. قال لي ليه؟ قلت له ما هو لو عاقل هيتجنن من اللي فيها، ولو ما فهمش اللي فيها يبقى بالتأكيد مجنون. لا يمكن عاقل يشوف ديت ولا يتحرك عقله لما يرى. ألم تروا؟ يعني انتوا اللي حواليكوا ده وما انتوا شايفين. طب اقف يا اخي، اقف بس وبص، اقف وشوف، مش هتتعب وربنا مش هيطول طريقك، بس اقف وفكر. ألم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض. سخر لكم، سخر دي معناها ايه؟ ان الكائنات دي اساسا اللي انتوا شايفينها حواليكم دي اساسا مسجلين خطر. يعني ايه مسجلين خطر؟ دي وحوش. لما حدت شويه موج من البحر هاج عمل تسونامي دبح موت الناس حرق الناس، دي وحوش. الارض اللي انت ماشي عليها دي 6000 مليون مليون طن، يعني 6000 مليون مليار طن، وانت 90 كيلو ماشي ولا في دماغك.
تحت رجليك بشويه كيلومترات، اول درجه حراره للحمام 4500 درجه مئويه، انت ماشي على وحش، انت مش ماشي كده. لما تشوف الموسوعات الاجنبيه قطاع عرضي في الارض تتفزع تتفزع، هي من فوق كده حته بتاع خضره وشويه ازهار بقى وشويه حياه جميله كده وشويه ميه، تنزل تحت شوف بقى الحمم اللي تحت وشوف بقى المنظر بتاع بطن الارض، بال ديب دي وحش يا ابني، انت عايش على وحش. الشمس لسان اللهب من سطحها نص مليون كيلومتر، الانفجار الواحد يعادل حوالي 1000 قنبله نوويه في بطنها. الشمس دي سطحها درجه حرارتها 6000 درجه مئويه، بطنها 20 مليون درجه مئويه، يا نار ابيض. عارفين الاشعه اللي احنا من شويه كنا ماشيين فيها ديت؟ عارفين الشعاع ده خرج من قلب الشمس من قد ايه؟ من مليون سنه. درجة الحرارة الواحدة عشان تتنقل من قلب الشمس لسطحها، عشان تعرف الشمس دي مخلوق جبار من جوه قد ايه، عشان تتحرك من القلب للسطح بتاخد مليون سنة في رحلتها، ومن السطح للأرض في 8 دقايق. يعني الشمس دي ايه اصلا؟ الشمس دي ملتهبة بقالها 5000 مليون سنة ولسه جواها وقود يكفي 5000 مليون سنة. حاجة مرعبة الشمس اللي احنا ماشيين نتدفى فيها، ويقول لك خد لك حمام شمس وشغله. الشمس دي وحش يا اخوانا، دي وحوش. احنا قاعدين الشمس الجميله والقمر الهادي والارض اللي كلها خضره والميه الحلوه والناس تروح تصيف قدام البحر، والناس مش واخده بالها ان كل ده وحش. فربنا بيقول لك الم تروا ان الله سخر ده، يعني ما تتخدعوش في اللي انتوا شايفينه. طيب عايز تعرف بقى يعني ايه سخر؟ شوف لما يتنزع التسخير. هو ايه السرطان؟ سرطان ان خليه من 1000 مليار خليه اللي في جسمك اتنزع منها التسخير، بعد ما كانت شغاله لمصلحتك بقت شغاله بدماغها، ما عادتش مسخره ليك. هو انتوا فاكرين ان السرطان ده يا اخوانا خليه باظت ولا خليه مرضت ولا خليه اتملت صديد؟ ولا السرطان ده خليه سليمه زي بقيه الخلايا في الاول في بدايته، خليه سليمه وكل ما هنالك اني بقت ماشيه بدماغها كده لوحدها كده. يعني ايه؟ عارفين زي العمل الجماعي كده، يضم الناس ويلمهم ويربطهم كده ويخلي فيه اخوه، لما واحد ماشي لوحده بقى كده ايه؟ ده يضيع الدنيا. او خليه مشت بدماغها لوحدها. ده السرطان، خليه نزع منها التسخير ضيعت الانسان. ايه هو الايدز؟ ميكروب نزع منه التسخير. انت في بقك ده نص مليون نوع ميكروب. في بقك في امعائك دي انواع ميكروبات ما تعدش. لو نوع واحد اتنزع منه التسخير شوف يعمل فيك ايه. جنون البقر، بقرة ما عادتش مسخرة ليك. الحمار، لو الحمار شافك على حياتك، لو الحمار شاف البني ادم على حياته هتبقى مصيبة والله. لو الكائنات دي شافت البني ادم على حياته هتبقى كارثة. الكائنات دي فيها حاجات وفيها عدسات مكبرة في عينيها وفيها في بعضها يعني وفيها حاجة يعني سبحان الله العظيم. هو ايه يوم القيامة يا اخوانا؟ الشمس كورت والنجوم انكدرت والبحار فجرت يوم القيامة. ده هو الطبيعي اصلا. يعني هو الطبيعي يوم القيامة ما هو الا نزع التسخير من الكون بس. لو اتنزع التسخير من الارض الحمم المتفجره هتطلع ولا حبسها اصلا غير التسخير. لو اتنزع التسخير من عشان كده بقى شوف سبحان الله العظيم، شوف التسخير يتعكس يوم القيامه مش بس ينزع. ازاي؟ الشمس يتعمل فيها ايه يوم القيامه؟ ها؟ تكور ويحصل فيها ايه؟ تلقى في النار صح؟ في جهنم. كأنها اتنقلت من تسخير لصالح الإنسان في الدنيا إلى تسخير على الإنسان لإحراقه في النار لما معرفش من هو الله والعياذ بالله. فاتقلب سخرها عليهم 7 ليال. هي كانت مسخرة ليهم بالمعصية بقت مسخرة عليهم والعياذ بالله. المعاصي بتقلب التسخير للعكس والعياذ بالله. عشان كده يتعكس موضوع التسخير. في تسخير بقى قدري. يعني ايه؟ ربنا لما يسخر فرعون لموسى ده تسخير من عند ربنا. ربنا لما يسخر السحابة اسقى حديقة فلان للرجل اللي كان بيتصدق ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. ده تسخير بقى قدري من الله سبحانه وتعالى. ربنا لما يسخر الشمس لأهل الكهف وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. شوف حنان الكون على المؤمن، مش حنان الله بس، حنان الكون من حنان الله سبحانه وتعالى. حنان الكون على المؤمن. يبقى تاي ربنا سخر الشمس لأهل الكهف تسخير من الله سبحانه وتعالى. إلهي وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إن ربكم الله
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره طاعة الكون لله. شوف يطلبه حثيثة دي مين اللي عندنا الطاعة عنده مننا عنده الطاعة الحثيثة دي زي طاعة الكون لله سبحانه وتعالى. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. كان أينشتاين بيستدل بهذه الآية على وجود الله سبحانه وتعالى إزاي بقى، وطبعا ما كانش يعرف الآية دي أصلا يعني، ولكن بهذا المعنى كان بيقول لك ان الوقت لما بيتكلم ان لابد في اله عظيم للكون فيقولوا له ازاي، يقول لهم ما هو الوقت الاقوى الانسان ولا الكون، فيقولوا له طبعا الكون مليارات المرات والمجرات اقوى من الانسان ومن الارض. قال لهم طب ايه اللي متسخر، مين اللي متسخر عشان مين، مين اللي خدام عند مين، الكون خدام عند الانسان، يبقى يقينا في قوة اكبر من قوة الكون هي اللي اخضعته للانسان. يعني بالضبط كده زي ما انت تدخل بلد فتلاقي واحد مثلا مثلا خادم قاعد، رئيس الجمهورية قاعد يكويله القميص بتاعه، ورئيس الوزراء قاعد يصرح له شعره، ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة قاعد يلمع له الجزمة بتاعته، هتقول ان الراجل ده هو اللي مخوفهم ومخليهم يعملوا كده؟ هتقول لهم ان الراجل ده هو اللي مخوفهم؟ لا، يقينا في حد اقوى منه هو اللي اخضع دول لده. فكان بيقول لك ان ازاي القوي يخضع للضعيف ويبقى خدام عند الضعيف، يعني لقطها، ازاي القوي يبقى خدام عند الضعيف الا لو في حد اقوى من الاثنين، اخضع القوي للضعيف. القضية يعني قضية معرفة الله اخواني قضية كبيرة جدا. ان ربكم الله، عارفين مين ربكم، عارفين مين ربكم اللي انتم مستغنين عنه؟ الله بجلاله وبعظمته وبقدرته وبرحمته وبعطائه وبلطفه، لطف الله. انت الهوى اللي فوقك ده 500 طن وزن كل واحد مننا، عمود الهوى اللي فوقك ده وزنه 500 طن، يعني انت فوقك 500 طن يعني 500 ألف، يعني نص مليون كيلو فوق دماغك. طب انت مش حاسس بهم ازاي؟ اهو ده لطف الله بقى، ده لطف الله سبحانه وتعالى، ده اسم الله اللطيف، وده من لطف الله سبحانه وتعالى، ده من لطف الملك سبحانه. لو شاء الله لأعنتكم سبحانه وتعالى. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض دي الوحيدة تخلي قلبك يتزلزل، ان ربنا اللي خلق الكون ده وكله سبحان الله قدرة الله. وبعد كده استنى في ستة ايام، طب ايه اللي اضافته في ستة ايام؟ اللي اضافته في ستة ايام ولله المثل الاعلى، زي ما اقولك انا بنيت شركة عظيمة، شوف بقى الادارة اللي انا بنيتها بيها، شوف بقى الترتيب والتخطيط اللي انا عملته لحد ما المالتي ناشونال جروب دي اتبنت واتعمل. ولله المثل الاعلى، ربنا في ستة ايام ما هو قادر ان يخلقها في لحظة، انما ربنا بيقولك هو دبر قد ايه، ربنا بيقولك قدرته انه يخلقها في لحظة، ولكن علمه وحكمته خلقها بقى في ستة ايام. فخلق السماوات والارض تملى قلبك بالاحساس بقدرة الله، في ستة ايام تملى قلبك بالاحساس بحكمة الله، ثم استوى على العرش، ثم للانتقال الرتبي مش الانتقال الزمني. يعني ايه ثم استوى على العرش؟ يعني والله اعلم بمراده، ثم الانتقال الرتبي يعني ايه يا اخوانا؟ يعني خلق السماوات والارض المهول ده ما هوش حاجة بالنسبة للعرش، ما هوش حاجة بالنسبة للعرش. ثم استوى على الاستعلاء الله، ده العرش ده اعلى المخلوقات اصلا، والعرش ده اعظم من كل المخلوقات، والعرش ده فوق المخلوقات كلها، والله فوق العرش علو. اللي عشان كده وانت بتقول سبحان ربي الاعلى في السجود تفتكر كلمة ثم استوى على العرش، على علو الله واستعلاء الله، وازاي ان العرش اللي اعلى من كل المخلوقات الله على العرش علوا يليق يعني بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. الاستواء معلوم طبعا، والكيف مجهول وسؤال عنه بدعة. ثم استوى، شوف الاستواء ده معنى الاستواء ثابت في القرآن والسنة، ولكن دلالة الاستواء من هيمنة الله على مقدرات كل شيء في الكون. ثم شوفوا بقى اللي اعظم من دي، استوى على العرش، هيمنة الله على الكون كله لا نزاع ولا شريك. عشان كده يعني امبارح حاولت اجيب كل مواطن كلمة ثم استوى على العرش في القرآن، او معظم مواطن كلمة ثم استوى على العرش في القرآن، تقريبا حوالي 7 مواضع. ثم استوى على العرش تلاقي دايما بعدها يدبر الامر، تلاقي بعدها ما لكم من ولي ولا شفيع،
ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. تلاقي بعدها ان ربنا المهيمن على كل شيء. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. شوف المنظر الرهيب ده في قراءة يا اخوانا. يغشي الليل النهار يعني النهار هو اللي فاعل. يعني ايه؟ يعني تخيل المنظر العجيب. ادي الارض والليل بيجري والنهار بيجري وراه والظلام بيجري والنور بيجري وراه يطلبه حثيثا. يعني ربنا بيقولك ان الليل ده عبد والنهار ده عبد. يعني كل حاجة في الكون عبد. كل حاجة في الكون عبد. والليل في دائرة والنهار وراه يطلبه حثيثا بلا كلل ولا ملل. يعني دي سنة ربنا ان لازم اهل الحق اللي معهم النور يفضلوا ورا الظلام في كل مكان في الدنيا يطلبوه حثيثا. دي العبودية. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. شوف الكون بيطاع ربنا قد ايه. الشمس واخد امر من 5,000,000,000 سنة انها تدور في مدار معين في اتجاه معين. حتى هذه اللحظة لم تخالف الامر لحظة ولا تخالفه لحد ما يظلها امر اخر. عبيد لله. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. تعرفين من هو ربنا سبحانه وتعالى؟ امر الله. الكون اطاع الله طاعة. يعني احنا يعني ممكن نتكلم عنها في باب علو الهمة. الا تنبيه ملكي من الله. الا له وحده الخلق والامر. كل مخلوق لما بيخلق حاجة ممكن ما يعرفش يتأمر عليها. يعني اللي عمل النت مثلا يعني مثلا يعني ما يعرفش يسيطر عليه. اللي عمل الفيسبوك ما يعرفش. لا مش ممكن يقدر يسيطر عليه. او بالظبط كده. ربنا بيقول لك ان ما فيش مخلوق ربنا خلقه الا ولو الامر عليه. ما فيش مخلوق خرج من هيمنة الله سبحانه وتعالى. الا له الخلق والامر تبارك الله. عارفين لما تشوف مثلا ايه واحدة مثلا تشوف واحدة جميلة قوي فتقول تبارك الخلاق فيما خلق. ليه؟ لان الجمال فاض في ملامح الوجه. او تبارك الله فاض خير الله في الكون وفاضت اثار صفات الله في الكون. تبارك الله وتبارك اسمك. ذكر اسم الله يملى المكان بالبركة. عشان كده لما تيجي تاكل تقول بسم الله. تشرب بسم الله. تدخل اوضه تقول بسم الله. ليه؟ عشان افعالك تصاحب هالبركة. تبارك الله رب العالمين رب الاكوان ده ايه كلها. بعد كل ده بقى عرفتوا مين ربكم؟ عرفتوا مين رب العالمين؟ ادعوا ربكم. ارفعوا ايدكم ليه وتوجهوا اليه واستغيثوا بيه وتوسلوا اليه. ما تحبطش. اكبر ثلاث قتل على وجه الارض دلوقتي الحزن والخوف واليأس. اكبر ثلاث قتل للناس. اكبر ثلاث اسباب للموت وللمرض. اللي يعرف يعني ايه ربي يتعالج عنده الثلاثة. كلمة رب كلمة بتديك امل في الحياة. كلمة رب كلمة بتديك فرح وسط الاحزان. كلمة رب كلمة بتديك ثبات ويقين واطمئنان وامن بالله وامن بالله وامل في الله سبحانه وتعالى. اخواني في الله يعني دي كانت وقفة مع آية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى نتكلم فيها عن ربنا. اتكلموا عن ربنا يا جماعة. اتكلموا عن ربنا في كل مكان يا اخوانا. روحوا بيكم اتكلموا عن ربنا مع اصحابكم. اتكلموا عن الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ربنا ما قالش ومن ذكرني في ملأ كلام قوي ومرتب ذكرته. ربنا قال من ذكرني في ملأ. اتكلم عن ربنا وخلاص. اتكلم اللي في قلبك. كلم اولادك عن ربنا. وكلم مراتك عن ربنا لما تتجوزوا ان شاء الله. وكلم اخوانك عن ربنا. وكلم زملائك عن ربنا. واطلع قول كلمة في المسجد اتكلم عن ربنا. لو لم تقل الا آية من القرآن عن الله مع ابسط تعليق بتتلعثم فيه يا بختك ان ربنا بيذكرك من فوق 7 سماوات في ملأ خير من الذي ذكرت الله سبحانه وتعالى فيه. كلموا عن ربنا يا جماعة. عايزين نبقى ربانيين يا اخوانا. عايزين نبقى اهل للنصرة يا اخوانا. معنى الربوبية لما بيدخل في القلب بيقلب حياة الانسان يا جماعة. اللهم رب هذه الدعوة. خلاص بدام الدعوة دي يا رب عمرك ما هتقلق ابدا. سيدنا موسى قلبه مليان بمعاني الربوبية. دخل على فرعون قال له ايه؟ ان ارسل معي يا بني اسرائيل. وفرعون بيتكلم مفيش. موسى مش خايف منه. في الاخر فرعون خاف. هو موسى عامل كده ليه؟ يقينا في حاجة وراه. قال فمن ربكما يا موسى؟ هو ربك ده. وفرعون مش عارف مين ربنا اصلا والعياذ بالله. يعني في الاخر انت عارف بقى ايه؟
ده بالتأكيد ربه ده قصده عليه ملك من ملاك من ملوك البلاد العظيمة ولا حاجة. ففرعون مش فاهم، فمن ربكم، انت بتتكلم عن مين؟ يعني حتى فرعون أرجأ، وبعض المفسرين قالوا خاف منه، قال لا يمكن هيتكلم بالثقة دي إلا لو وراه ناس، يبقى لازم يعرف مين اللي وراه الأول. يعني تخيلوا الفكر بيوصل لإيه؟ اليقين بالله بيديك ثبات رهيب في حياتك، اليقين بالله بيديك أمل وبيديك فرح وبيديك اطمئنان وبيديك ثقة وبيديك أمان لما تبقى من أهل معرفة الله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا كده، يعني اشتق من كلمة رب، كلمة الرباب اللي هو السحاب اللي بينزل يحول الأرض المشققة الصحراء لجنة من كل الأصناف والألوان والأشكال. يعني ربك بنفحة بس من نفحات ربك سبحانه وتعالى، حياتك دي كلها تتغير، وحياتك دي كلها تتبدل، وألامك دي كلها تبقى آمال، ومشاكلك دي كلها يعني تنقلب إلى العكس تماما طول ما احنا مع ربنا. يعني أخطر حاجة يا أخوانا إنك احنا نخسر ربنا في حياتنا. تخسرش ربنا في حياتك. معانا القرآن من الوقت، رمضان لسه عليه يعني حوالي شهرين ونص بإذن الله سبحانه وتعالى. الموضوع كبير والموضوع خطير، ومش محتاج شغل كتير، ولكن محتاج يعني ناس تفتح المصحف من الوقت، وتقبل على كلام الله من الوقت، وتعيش مع آيات ربنا من الوقت. عيش في الليلة مع آية، آية على آية على آية، يجي رمضان وانت منطلق. مش عايزين يا اخوانا مش عايزين نضيع رمضان زي كل سنة يا اخوانا، مش عايزين نضيع كل سنة ليلة النص من شعبان تلاقي نفسك العيشة اتدنت وانت قاعد مش جايلك نفس تصلي ركعتين. كل سنة يدخل رمضان تجائر يومين وبعد كده تنام لك بعدها 20 يوم. كل سنة يجي 10 ذي الحجة ما انتش عارف تعبد ربنا فيهم، ولو عبدت بالنهار ما تعرفش تعبد بالليل، ولو عبدت بالليل ما تعرفش تعبد بالنهار. لحد امتى اخطر مواسم العبادة في حياتك هتفضل تضيع منك؟ انت عارف ده ليه؟ لانك انت ما عندكش اي لياقة ايمانية، انت ما انتش واخد على المجاهدة في العبادة اصلا، انت ما انتش ثابت على اوراد عبادة في حياتك. فلما بتيجي اخطر مواسم عبادة في السنة كلها بتروح منك. بتروح منك ليه؟ لانك انت مش واخد على العبادة، لانك انت يعني بالمفهوم المبدئي كده لحد ما نفتح القضية دي بإذن الله سبحانه وتعالى في درس الفطور المفطرة عليه. لان الاخ ده ما بيقومش الليل ليه عندي فطور؟ ده ما بتحافظش على تكبيرة الاحرام ليه عندي فطور؟ ده مالك عندك اصلا عندي فطور؟ ما بتطلبش علم ليه عندي فطور؟ تحفظش قرآن ليه عندي فطور؟ الفطور المفطرة عليه. لا انت عندك فطور ولا انت عندك فطور ولا انت عندك فطور. كل واحد مننا عنده مرض هو السبب في المشاكل اللي فيها. اما ده عنده رواسب جاهلية، شهوة من شهوات زمان طلع على قلبه وهي اللي مخليه مش قادر يفكر في الدين، يا اما ده عنده فصل شحن اصلا ما بيشحنش ولا بيرتبط ببيت ايمان فما هوش قادر، يا اما. فاخوانا عايزين من الوقت نستعد لقضية رمضان، القضية الخطيرة جدا 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 ده ايه قضية رمضان يا اخوانا. عايزين نوحد همنا الفترة الجاية على الاستعداد لرمضان بالقرآن. قضية بسيطة والروشتة بسيطة، من اسهل ما تكون. لما اكتب لك في روشتة سبرين ما تقولش ايه الروشتة الفاضية دي، هو الدواء بتاعك كده، هو العلاج بتاعك القرآن. ان تمسكه تتلوه اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضى الله سبحانه وتعالى به عنا. احيانا بيبقى عند الانسان هم، ولكن عنده هم معارض فيضيعوا بعض. الهم لا يتحول الى همة الا لو ما فيش هم معارض. لو انت عندك هم الدين، لو في هم دنيا، هم الدنيا يضيع هم الدين، يبقى ما فيش همة. امتى الهم بتاع الدين والهم انك نفسك توصل لربنا والهم انك نفسك تستعد لرمضان يتحول الى همة؟ لو ما فيش هم دنيا معارض، يعني نقنص الفرصة ونقنص عمرنا ونقنص هذه الايام وهذه الساعات. انا كنت يعني متفق مع يعني اخواننا الدعاء ربنا يبارك فيهم، يعني الشيخ احمد جلال ربنا يبارك فيه، واخونا الشيخ علي قاسم ربنا يبارك فيه. انا كنا يعني قلنا ان نتقابل في الدرس الليلة، يعني الشيخ احمد جلال كان المفروض هيجي وهنصلي مع بعض وهيقول كلمة يعني بين الصلاة وبعضها، وكان المفروض هنبدأ كده مع بعض ايه يعني ننشط تاني في مسألة الاستعداد لرمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني قدر الله ان هو لا يأتي. معنا اخونا الشيخ علي قاسم، فبإذن الله سبحانه وتعالى يعني ربنا يكرمنا كده ان هو يعني يعطينا كلمة يعظنا فيها ويذكرنا فيها بعد صلاة العشاء بإذن الله سبحانه وتعالى، ان اراد هذا طبعا، يعني لو مش هنضغط عليه بإذن الله سبحانه وتعالى.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا من كل الذنوب والمعاصي، اللهم طهر قلوبنا، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، اللهم اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا، اللهم اجعله أفضل رمضان مر علينا في حياتنا، اللهم افتح علينا في عبادتك وطاعتك، اللهم اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم أنقذ مصر، اللهم نجي مصر، اللهم نجي مصر من الفاسدين والمفسدين، اللهم نجي مصر من الضالين والمضللين، اللهم نجي مصر من المتآمرين والماكرين، اللهم نجي هذه البلد واجعلها سلما لدينك وعزا للإسلام في الأرض يا رب العالمين. إنك